السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناتنا طلة حلوة. معكم أم يوسف الرفاعي. زي ما أنتوا شايفين في العنوان، العلاقة بين معجون الأسنان والطلاق، إيه العلاقة بينهم؟ الموضوع اللي أنا هتكلم فيه النهاردة موضوع شائك جدا، وبصراحة كان نفسي أتكلم فيه من زمان، بس بما انه موضوع شائك وكبير وناس كتير قوي اتكلمت فيه وما زالوا بيتكلموا وهيتكلموا سنين طويله، فانا كنت حاسه اني مش هضيف حاجه لو اتكلمت، وكنت متخوفه من بعض اشياء كده مش عايزه اتكلم فيه، لحد ما حصل بيني وبين صديقه عزيزه عليا جدا، ربنا يجعله في ميزان حسناتها، كل معلومه باخدها منها وكل كلمه حلوه باخدها منها ربنا يجعله في ميزان حسناتها يا رب، قولوا أمين. صديقتي بنتكلم في موضوعات مختلفة، وبنتكلم في مشكلات الأطفال، وبنتكلم في المشكلات الزوجية، فبنتكلم عامة. فلقيتها حكيت لي قصة صغيرة كده اللي هي فيها معجون الأسنان دي، واللي أنا هقولها لكم دلوقتي عشان تفهموا إيه موضوع معجون الأسنان وعلاقته بالطلاق. قالت لي إيه؟ قالت لي إنها من 15 سنة شافت فيلم أجنبي، يعني الفيلم قديم. فيه إيه بقى؟ في ان القصة بتاعته واحدة متجوزة ومخلفة واتطلقت، فلما اتطلقت ابنها مرض، ابنها كان مع زوجها. طبعا انتوا عارفين الاجانب لما بيختلفوا وبيتطلقوا بيتفقوا مع بعض بالاتفاق مين ياخد فلان ومين ياخد فلان من الاطفال، وبيقسموا الاطفال بينهم. هما كان عندهم طفل واحد وكان من نصيب الزوج، فاخذوا خد الولد واتجوز واحدة تانية وعايش مع الولد. المهم الولد مرض، فأمه راحت تزوره. أنا مش عارفة هي فضلت معهم فترة ولا هو في نفس اليوم زارته. المهم أثناء زيارتها لابنها قابلت الزوجة التانية وقاعدين بيتكلموا مع بعض، فقالت لها انتي تقطي ازاي؟ ده احنا كان كل يوم بيحصل بينا مشاكل. بدايتها كانت بتبقى من الصبح على أنبوبة المعجون، كنا بنتخانق، هو بيحب يسحب المعجون من النص وانا بحب اسحبه من البداية، فكنا نتخانق، هو يقول كذا وانا اقول كذا، فكان بيبدأ اليوم بخناق ويتنوا اليوم كله خناق، فكان بيبقى يوم صعب، وانا مش عارفة انتي بتحملها ازاي. قالت لها على فكرة هو بيعمل معايا نفس الحكاية. قالت لها طب امال عايشة معاه ازاي وطايقاه ازاي؟ فردت عليها قالت لها ما انا حليت المشكلة باني اشتريت انبوبة معجون تانية، بقى كل واحد فينا ليه انبوبة معجون الخاصة بيه. فساعتها الزوجة الاولى فضلت تفكر شوية كده مع نفسها، ايه ده، هو كانت المشكلة ممكن تتحل بالسهولة دي؟ يعني انا لو كنت اشتريت انبوبة معجون تانية كان زماني دلوقتي عايشة مع ابني وزوجي وكنا اسرة مع بعض متكاتفة مترابطة. بس دي كانت القصة اللي حكيتها لي صديقتي، واللي مش عايزة اقول لكم من وقت ما هي حكيتها وانا دماغي موقفتش طول الوقت بفكر، هو حقيقي كده؟ هو فعلا لو كانت اشترت انبوبة معجون كانت المشكلة هتتحل؟ فانا ما اتكلمتش مع صديقتي، ما ناقشتهاش، بس قلت اتناقش معاكم، وهي على فكرة هتسمع الحلقة وهترد عليا. السؤال اللي كنت عايزة اسأله لصديقتي انا بسأله لكم كلكم على الملأ، كل اللي سمعني لو سمحتم من فضلكم جاوبوني، انتوا ايه رأيكم؟ بجد عايزة تفاعل يا جماعة. أتمنى لو الفيديو عجبكم، لأول مرة في حياتي بطلبها منكم، من يوم ما بدأت القناة عمري ما قلت لحد اعمل اشتراك، اعمل لايك، شير الحلقة، أنا عمري ما طلبت الكلام ده، كان دايما فكرتي إني لو عجبتك الحلقة لوحدك هتعمل لايك، لو عجبتك الحلقة من نفسك هتشتركي وهتقولي القناة مفيدة وهستفيد منها والموضوعات مهمة، وهتبدأي تتفرجي، سواء أكلة حلوة، سواء حاجة بزينها، سواء موضوع بنتكلم فيه. الحلقة القناة زي ما انتوا شايفين وزي ما انتوا عارفين متنوعة وبتقدم اكتر من حاجة. النهاردة انا بقول لكم لو سمحتوا لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لاني عرفت ان اللايك ده بيدعم القناة جدا، وفي نفس الوقت بيوصل لاكبر يعني هو بيدعم من خلال ان هو بيوصل لاكبر قاعدة عريضة من الناس. انا بجد عايز الفيديو ده يوصل لناس كتير جدا، لعله يكون سبب، اتمنى يكون يتحسب في ميزان حسناتي، يكون سبب في حل مشكلة الطلاق بمعجون الأسنان. بمعجون الأسنان، أصله يا جماعة معجون الأسنان ده رمز، ويا رب تكونوا فاهمين ده، معجون الأسنان هنا رمز، ولكن رمز قوي جدا. مش مهم إيه هي المشكلة، مش مهم إن هي كانت معجون أسنان أو غيره،
في ناس بتطلع عشان كوبايه شاي، في ناس بتطلع عشان ملح زياده في الاكل، في ناس بتطلع عشان حاجات اتفه من التفاهه، وفي ناس بتطلع عشان حاجات قويه طبعا. لكن اللي بيطلع عشان حاجه تافهه ده، تفتكروا هو الموضوع فعلا تافه؟ انا ده سؤالي ليكو، هو فعلا لو كانت الزوجه الاولى اشترت انبوبه معجون كانت المشكله هتتحل؟ قد كده الموضوع سهل انه يتحل، وكانت ممكن تحافظ على اسرتها بان هي تشتري انبوبه معجون تانية؟ انا رايي لا، هي المشكله ما كانتش هتتحل، وكانوا هيتطلقوا هيتطلقوا. عارفين ليه؟ لان انا شايفه ان المشكله هو من البدايه عدم التوافق، هو ما كانش في توافق بينهم، ما كانش في القبول اللي يخليهم يتحملوا بعض، او يروح كل واحد فيهم يفكر ازاي انا ممكن احل المشكله، وطلع حل المشكله تافه، تافه فعلا. انها تشتري انبوبه معجون، هو او هي اي حد فيهم كان يشتريها كانت هتتحل المشكله. انا بس عايزه انوه على حاجه بسيطه عشان ما حدش يركز اول حكايه انبوبه المعجون، هي المشكله ان هم بيبداوا من الصبح خناق بسبب الانبوبه، فبيبقى اليوم كله عكننه. طيب هقولها لكم انا بالبلدي، حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. هو لو في بينهم حب وتفاهم وتوافق كان هيبقى فيه تكيف، كان هيقبله، هي تبلع له وهو يبلع لها، هي معرفش تشتري ايه عشان الموضوع يعدي، او معرفش تتنازل عن ايه عشان الموضوع يعدي، وهو نفس الحكايه. لكن هما ما كانوش بيعدوا لبعض حاجه، ليه؟ عشان هما من الاول مش عاجبهم فكر بعض. ده رايي انا، وبجد انا منتظره ارائكم. تفتكروا حل المشكله كان هيبقى بالبساطه دي؟ هتقولي لي طب ما هي التانيه اتحلت معاها عشان هما قبلوا بعض، عشان في حاجات تانية ربطتهم ببعض أكتر، مش لازم يبقى حب. طيب الكلام ده ينقلنا لإيه؟ ينقلنا إن إحنا لازم نعلم ولادنا بعض الأشياء اللي هي هتفيدهم في حياتهم لما يكبروا. إحنا لو حاولنا نحل مشكلة الطلاق واللي زاد جدا جدا في مصر، وبقت نسبته مرعبة على فكرة، زاد في الدول العربية كلها بس في مصر يعني ما شاء الله احنا في الصدارة. نسبة الطلاق يا جماعة في مصر، شوفوا الصاعقة دي، كل 3 دقايق في حالة طلاق بتقع في مصر، كل 3 دقايق مش 3 ايام، 250 حالة طلاق يوميا في مصر حسب موقع اليوم السابع، الكلام ده مش من عندي، 149 حالة طلاق في السعودية كل يوم في سنة 2017، يعني طبعا 2018 أكيد زادت. تفتكروا دي مشكلة يتسكت عليها؟ ناس كتير اتكلمت فيها، والإعلام شغال عليها، ووزارة التضامن شغال عليها، والرئيس شغال عليها، والدنيا كلها شغال عليها، مفيش حاجة بتتحل، والأزهر والأوقاف ومبادرة لم الشمل. وبعدين حد هيقول لي بقى وانت بقى ان شاء الله الجايه تحليها؟ ليه لا؟ والله ليه لا؟ ما تستهونوش، ما انا مش هحلها لوحدي، انا مش جايه اقولك ان انا هحل مشكله الطلاق لوحدي، انا جايه اقولك بالله عليكي اسمعيني، ولو كلامي عجبك نفذيه اعمليه، ولو ما عجبكيش ارميه البحر واعتبري نفسك ما سمعتهوش. انا جايه اقولك ان انا مش هتكلم في كل اللي عدى، ومش هتكلم في اسباب ومشاكل الطلاق. ايه سبب الطلاق؟ انا هتكلم في سبب واحد بس، الاسباب كتير جدا، هو عدم التوافق. يعني ايه عدم التوافق؟ او جاي نتيجة ايه؟ عدم التوافق جاي نتيجة الاختيار الغلط. لو انت معلمتيش بنتك تختار غلط صح، لو انت معلمتيش ابنك يختار صح، مشكلة الطلاق هتفضل زي ما هي. انا مش هحل مشكلة الطلاق النهاردة، انا هحلها بعد كام سنة، بعد 10، بعد 15، بعد 20، بس هبدأ الحل من النهاردة. زي لما بتبني عمارة، هل انت بتبنيها النهاردة بتحطي اول طوبة بكرة بتلاقي العمارة بقت 5-6 دوار، ولا بتصبري وطوبة طوبة لحد ما العمارة تتبني؟ خاصة لو معكيش فلوس، كل ما يبقى معاكي مبلغ بتبني، هو ده اللي احنا هنعمله. كل ما نلاقي معانا حاجة حلوة هنحطها ونزرعها ونربيها في ولادنا، نتعلم ونقرأ ونعلم ولادنا الصح. عارفين لو علمتوا ولادكم الدين
او ولادنا، عشان ولادي معاكو، لو علمتهم الدين الصح، واي دين بقى، يعني الدين الاسلامي علمي دين صح، لو دينك مسيحي علمي دين، علمي ابنك الدين الصح. اصله ما فيش دين بيقول الطلاق حلال ودين بيقول الطلاق حرام. الطلاق حلال في الاسلام ولكنه ابغض الحلال عند الله. هو ليه ابغض الحلال؟ عشان بينتج وراه مشكلات كتير جدا. طب تعالوا نشوف ايه اللي احنا عايزين نعلمه لاولادنا. الامام علي بن ابي طالب قال ايه؟ ربوا اولادكم على غير تربيتكم لانهم ولدوا لزمان غير زمانكم. لكن احنا بنربي اولادنا بنفس النتيجه اللي احنا وصلنا لها، بنربي اولادنا بنفس التربيه الغلط اللي احنا تربيناها للاسف، مع ان في حاجات بتبقى مضايقانا في تربيتنا اصلا، يعني بنبقى معقدين من حاجه معينه ونربي اولاد بنفس التعقيده، مش فاهمه ازاي انا. طيب تعالوا نعلم اولادنا يعني ايه رجوله. كل ام، كل اب يعلم ابنه يعني ايه رجوله. الرجوله في الاسلام يا جماعه ليها تعريفات كتير جدا. على فكرة أنا قبل ما بتكلم في أي موضوع بقرأ الأول عشان ما أقولش كلام اعتباطي، وعشان ما يبقاش هما كلمتين وخلاص، أنا بقى عايزة أفيدكم بجد واستفيد معاكم طبعا، لأن أنا لما بقرأ أنا أول واحدة بستفيد فيكم، لأن أنا اللي بقوله لك خلاصة، لكن أنا ببقى قرأت حاجات كتير قوي، فأنا أكتر واحدة بستفيد معاكم. الرجولة في الإسلام غير الرجولة اللي احنا نعرفها خالص. انتوا عارفين الرجولة اللي احنا عارفينها ايه؟ احنا الرجولة اللي احنا عارفينها اللي هو التشريح الفسيولوجي، يعني لو انت خلفتي ولد ذكر على طول بعد 3 سنين تقولي له ايه، يمكن سنتين خليك راجل، انت راجل. تلاقي احنا طول ما قاعدين نقول للعيل انت راجل، ما تبكيش انت راجل، مش عارف اعمل ايه انت راجل، انت راجل، انت راجل. تمام. طب انت قلت له يعني ايه رجوله الاول؟ انت قلت له يعني ايه راجل الاول؟ بص، كل رجل، كل رجل ذكر، كل رجل ذكر، ولكن ليس كل ذكر رجل. دي قاعدة مسلم بيها لازم تبقي عارفاها. الرجولة في الإسلام هي المروءة والشهامة، تحمل المسؤولية. الرجولة هي كلمة الحق لما تقولها عند سلطان جائر. الرجولة صمود أمام الملهيات واستعلاء عن المغريات. كل دي تعرفات للرجولة طبعا، ده اللي حصل دلوقتي، صمود أمام الملهيات واستعلاء على المغريات. شوفوا الشتات والنت والستات والعلاقات والخمور والحشيش والبودرة وتقولي رجولة. تمام. الرجولة اني اعمل حساب ليوم عصيب، يوم تشيب فيه الولدان، دي رجولة. على فكرة دي رجولة عامة. تعالوا بقى نشوف الرجولة في الاسلام. قال تعالى في سورة النور الآية 37، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العظيم. شفت الرجال هم إيه؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. دي لوحدها عايزة شرح أيام. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، دي عايزة شرح أيام، مش هشرح عشان أنا مش متخصصة في الدين، ولكن الكلام مفهوم من غير شرح. الرجولة رأي سديد وكلمة طيبة ومروءة وتضامن وتعاون. الرجولة قدرة على الاحتواء، احتواء الموقف، احتواء الزوجة، احتواء الأولاد، كل دي معاني الرجولة. تفتكروا المعاني دي كلها موجودة في مجتمعاتنا العربية الإسلامية؟ مجتمعنا العربي ده فيه الرجولة بالشكل ده، بالوصف اللي أنا وصفته ده، واللي أنا مش جايباه من عندي؟ للأسف لا، وإلا ما كانش هتبقى حالات الطلاق بالكثرة دي. وما فيش حد يقول أنت متحاملة على الراجل، لا، إحنا هنربي الولد والبنت زي بعض، وهتشوفوا دلوقتي أنا عايز أقول إيه علشان نوصل لبر الأمان. أنا مش متحاملة على الراجل، ولكن أنتوا اللي فاهمين الرجولة غلط، مش أنتوا الرجالة، في ستات كمان فاهمة الرجولة غلط، بدليل إنها بتربي بنتها إزاي وابنها إزاي. تعالوا نشوف. بتقول للبنت إيه لما تكبر شوية كده وتبقى في سن مراهقة؟
وهي بتربيها طبعا مش بالنص اللي انا بقوله ده، ولكن معنى الكلام وضمني، بتقول لها ما تعرفيش الشباب يعني ده حرام وده ضد الاصول وعيب تمام. وبعد شويه تبص تلاقيها بتقول لي الولد ايه بقى، اخوها اخو البنت دي اللي هي لسه قالت لها ما تعرفيش الشباب، ايه اخبار المزه دي النيله، سوري في الكلمه بجد دي نيله ومصيبه، بتقولي لبنتك ما تعرفيش الشباب وتقولي لابنك ايه اخبار المزه. ورجال كتير قوي بيعملوا كده، يعني معظم الاباء تلاقيه ايه اخبار المزه معاك، مش عارف ايه المزه، بيجيب سيره المزه دي كتير، وانا ما بحبش ابدا المصطلح ده، ولكن للاسف المصطلح ده متداول بكثره شديده جدا خاصه في السنوات الاخيره دي. يعني انت فرحان بابنك انه يعرف بنات؟ الله، طب ما بتقولي لبنتك ما تعرفيش الشباب ليه؟ اوعوا تفهموني غلط الله يستركم، انا مش معنى كلامي اني اقول لبنتك تعرف شباب، لا، قولي لبنتك حرام تعرفي شباب، وقولي لابنك حرام تعرف بنات، حرام تمسك ايد زميلتك، حرام تضحك على اختك، ما هي اخته، ما هي اخته في الاسلام. يا بنت الناس يا حبيبه قلبي، يا اللي بتقولي لابنك ايه اخبار المزه، ولا اللي بتقول انت لابنك ايه اخبار المزه، ما هي بنت اختك، ما هي بنت اختك، ما هي بنت عمتك، ما هي بنت جارتك، ما هي مين؟ هي البنت دي مين؟ مش اختك في الاسلام وهتتحاسبي عليها؟ طب ما هي نفس الحكايه، داين تدان، هيحصل معاكي نفس الحكايه، بنت ابنك هيعرف راجل هيعرف ستاته فرحانه بيه وبتقولي بقى راجل، بنتك هيعرفها واحد برضو وهتبقي نكره ده ومتضايقه. اللي ما تردهوش على بنتك ما تردهوش على بنت صاحبتك ولا جارتك ولا خالتك، ما تردهوش على اي واحده تانية. يبقى من البدايه التربيه الصالحه للولد والبنت هي اللي هتحل مشكله الطلاق. لما تعلمي ابنك انه يحترم اخته وبالتالي هيحترم مراته، يبقى خلاص مفيش مشاكل. لكن لما تربي ابنك زي ما احنا مربيين دلوقتي مجتمع ذكوري، تلاقي الولد طالع بيقلد بابا، بابا شايف انه هو الراجل وهو اللي من حقه يعمل كل حاجة حرام ويحرم كل حاجة على بنته وعلى مراته، لما يبقى الولد شايف كده بيبقى في دماغه ان هو ده الصح. وتاني هقول يا ريت ما تفهموش كلامي غلط، ما تبقاش مسيطر في بيتك وفارد رجولتك وفاهم ان الرجولة والقوامة ان انت تعمل الحرام وتحرموا على أولادك. اوعوا تفهموا كلامي العكس، انا كلامي هقول قصدي بيه، مش هسيبه كده عايم، انا هقول ان انا قصدي ان الراجل حرام يسرق، حرام يزني، حرام يقتل مثلا، الست نفس الحكاية، حرام 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 كل اللي انا قلته. فما تفهمنيش غلط، انا بقول ان الحرام حرام عليك وحرام عليها، مش انا اللي بحلل وبحرم، ده ربنا اللي قال السارق والسارقه، الزاني والزانيه، ما فرقش. السرق اللي سرقت هيتقطع ايدها، واللي زنى هيتجلد، هي هي. الولد والبنت حكمهم واحد، او الراجل والست حكمهم واحد في الدين، فما تربيش ابنك انه هو يطيح في العالم ويطيح في الدنيا ويبقى هو ده الصح، والبنت اي حاجه تعملها حرام. لا، البنت حرام تعمل اي حاجة غلط والولد حرام، ما تفهموش كلامي العكس، ان انا عايز البنت تعمل او الست تعمل، لا، انا عايز الراجل ما يعملش، انا عايز الراجل يبقى عنده مفهوم القوامة الصح. معظم الرجال فاهمين القوامة غلط، وفي ستات فاهمة القوامة غلط بدليل انها بتربي ابنها غلط، زي ما انا حكيت لكم من شوية بتقولي ابنها ايه. في ناس حافظة جزء من آية الرجال قوامون على النساء، الموضوع ده مضايقني جدا. يعني ايه تحفظ جزء من الآية وتسيب بقية الآية؟ ليه؟ الآية كلها بتقول ايه؟ هي الآية 34 سورة النساء، هي الآية كبيرة، لكن احنا ناخد منها الجزئية اللي تخص موضوعنا النهاردة ويمكن نتطرق إلى الباقي.
الآية بتقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. صدق الله العظيم، ده جزء من الآية. لكن أنا وقفت هنا علشان هنا الجملة اكتملت والمعنى اكتمل. الرجال قوامون على النساء ليه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، اللي هو إيه؟ فضل الله إيه اللي فضله ربنا؟ الأفضلية للرجال، الصفات اللي احنا قلناها ولا نسيتوها؟ مش عايز اعيدها تاني عشان ما اطولش الفيديو وعشان ما تملوش. في اول الفيديو قلت ايه هي صفات الرجولة، هي دي الافضلية. طب وفي جزئية تانية، وبما انفقوا من اموالهم. تخيل ان الراجل بيصرف على الست مأكل، مشرب، ملبس، رعاية، مسكن، علاج، ترفيه. كل ده واكتر بيعمله الزوج، يبقى له حق القوامة ولا ملوش؟ له حق الطاعة ولا ملوش؟ واحد بينفق عليك وعلى ولادك اللي هم ولاده وموفر لك كل حاجة، واهم حاجة موفر المودة والرحمة، في بينكم مودة ورحمة، يبقى اذا انسان يستحق القوامة. طب ازاي انا اقنع بنتي ان زوجها يستحق القوامة؟ يعني لما تجيلي بنتي غضبانة وبتقول لي ده عمل وعمل 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 وانا المفروض اعمل واعمل واعمل، لا مش المفروض تعملي وتعملي، انت المفروض تطيعيه. طب المفروض اطيعه ازاي وهو بيعمل وبيعمل وبيعمل؟ ما هو ده اللي انا بقوله، ان احنا نختار صح. انا ما اختارش اللي هو بيعمل حاجات تخليني مش قادره اطيقه، مش قادره اتعامل معاه، مش قادره اطيعه، مش قادره اديله الحق اللي ربنا قاله اللي هو حق الطاعه. انا مش شايف ان هو انسان يستحق القوامه. يعني ما تيجي بنتي، لان احنا دلوقتي في جيل زي ما انتم شايفين، مش محتاجه اشرح، انتم شايفين الجيل عامل ازاي. الطفل الصغير بيتكلم كلام اكبر منه وبيجادلك ويناقشك لدرجه انه ممكن يخليك انت مش عارف ترد عليه. فانا عشان اجادل بنتي اناقشها، مش اجادلها، عشان اناقش بنتي وافهمها يبقى لازم الاختيار من اول صح. لازم اساعد بنتي انها تختار صح، واساعد ابني ان هو يختار صح. ولازم من البدايه اعلمهم البنت تحترم الولد والولد يحترم البنت، وهما لسه اخوات. لما يحترموا بعض وهم اخوات هيحترموا بعض وهم ازواج. هعلمهم ايه؟ هقول لهم لما همسك بنتي واقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه والا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير. يعني لما يجي لك عريس عنده دين خلاص مش مهم معاه فلوس ولا معهوش فلوس. يعني الكلمه القديمه قوي قوي اللي لسه عايشه لحد دلوقتي مش بتموت خالص دي، اللي هي الراجل ما يعبوش الا جيبه، الكلمة دي لازم ننسفها من حياتنا. لا، الراجل يعبه كتير، يعبه كتير جدا. الراجل يعبه رجولته، لو راجل ما عندوش رجولة، ما عندوش مروءة، ما عندوش شهامة، دي صفات من صفات الرجولة يعني، يبقى مش راجل، يبقى يعيبه، يعيبه ايه اللي ما يعبوش الا جيبه؟ يعني انا لو جالي واحد خمرجي ومعاه فلوس بالهبل اجوزه لبنتي اقول له الراجل ما يعبوش الا جيبه؟ ده منطق؟ وهتقول لي لا اصل مش للدرجة دي. لا، ما هي انت اللي قلت كده، او انت اللي قلتي كده، انت اللي بتقولي الراجل ما يعبوش الا جيبه. خلاص خلصت، بتقولي ايه بقى مش للدرجه وللدرجه؟ انا اعرف عيله صغيره اتجوزت، يا دوبك خلصت دراستها خدت دبلوم، اتجوزت مفيش شهرين اتطلقت. ليه؟ اصل اكتشفوا بعد ما اتجوزت ان هو بياخد مخدر. وطبعا اتطلقت بعد ما اتبهدلت، مش اتطلقت بعد شهرين، هي بعد شهرين غضبت، وبعدها بشويه حامل، وبعدها بشويه خناقه، وبعدها بشويه مش عارف ايه، وبعدها بسنتين اتطلقت. ومعظم السنتين دي قاعده عند والدتها وعند والدها في البيت، وقصص من دي كتير جدا. طب هو لما جالكم وكان شاب من عيله وزخلك وعنده شغل، فجاه ما بقى ما عنده الشغل، فجاه بقى بيشرب مخدرات، فجاه مش عارف بقى ايه، طب ما سالتوش عليه من الاول ليه؟ اختاره. وبعدين الاستخاره راحت فين؟ في حد ما يستخرش في امر جلل زي ده؟ بتجوز ابنك او بتجوز بنتك وما تستخرش؟ لا خاب من استشار ولا ندم من استخار. لازم تستخير وتستشير الاثنين مع بعض. ونقول ايه تاني؟ نقول بقى لابني لما يجي يخطب، وقبل ما يخطب اعلمه وافهمه الكلام ده، اقول له ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربعة، لمالها وجمالها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ليه ذات الدين؟ علشان اللي عندها دين وخلق هتحفظك وتحفظ ولادك وهتراعي ولادك وهتطيعك، وحاجات كتير جدا هنتجنبها لو احنا طبقنا الدين.
تاني هختصر الحلقة في نقطتين، هنربي ولادنا صح علشان نتجنب المشاكل اللي بتحصل في المستقبل، وهنعلمهم يحترموا بعض، وهنعلمهم يختاروا ازاي، الاختيار الاختيار الاختيار، عشان التوافق والتكيف. لازم نتوافق مع بعض، ما نبقاش عايشين مع بعض اهي معايشة، اهي عيشة والسلام لحد ما ربنا يأذن، ده كده حكم اعدام. اتمنى اكون فكرتي وصلت، واي حد زعلان من اي كلام قلته يبقى هو معذرة فهمني غلط. ليه بقى؟ لان انا بتكلم بالدين وبالمنطق وبالاصول، فما قلتش كلام يزعل حد. لو حد زعلان يبقى مش فاهم انا قلت ايه، ومعذرة اذا كنت مش قادرة اوصل للجميع الرأي السديد والرأي الصح، او رأيي بمعنى اصح. مستنية تعليقاتكم، وقولوا لي ايه رأيكم في القصة اللي انا حكيتها، هو فعلا كانت سهلة المشكلة تتحل، ولا هو الاختيار من الاول كان غلط؟ استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.